قبل ما أنهي هاي الفقرة، طبعا واحد من الأسباب من الأشياء اللي بنواجهها سوء فهم المؤمنين من خلفية إسلامية، إنه إذا أنت صرت مسيحي كأنك أنت ناكر للأهل وللعيلة وللوطن. هل في ترنيمة خلال كل هاي السنين اللي هي بتتناول هالموضوع؟ في ترنيمة بتقول أنا ساكن ببلاد الهجرة وقلبي في بلادي أنا، ولولا حبي ليسوع ما سبتك يا ديارنا. طيب خلينا نأخذ هاي عدد بس وبعدين بنرجع للفقرة الأخيرة. أوكي. أنا ساكن ببلاد الهجرة وقلبي في بلادي أنا، ولولا حبي ليسوع ما سبتك يا ديارنا. أنا ساكن في بلاد الهجرة وقلبي في بلادي أنا، ولولا حبي ليسوع ما سبتك يا ديارنا. أمين. رح نرجع بعد هذا الفاصل نكمل حديثنا مع الأخت فادية بزه.